السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ما يجري على الإنسان حين موته وحتى دخوله النار. عن سعيد بن جناح قال: حدثني عوف بن عبد الله الأزدي عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إذا أراد الله قبض روح الكافر قال: يا ملك الموت انطلق أنت وأعوانك إلى عدوي، فإني قد ابتليته فأحسنت البلاء ودعوته إلى دار السلام فأبى إلا أن يشتمني وكفر بي وبنعمتي وشتمني على عرشي، فاقبض روحه حتى تكبه في النار. قال: فيجيبه ملك الموت بوجه كريه كالح، عيناه كالبرق الخاطف وصوته كالرعد القاصف، لونه كقطع الليل المظلم، نفسه كلهب النار، رأسه في سماء الدنيا، ورجل في المشرق ورجل في المغرب، وقدماه في الهواء، معه سفود كثير الشعب، معه 500 ملك معهم صياط من قلب جهنم تلتهب تلك الصياط وهي من لهب جهنم، ومعهم مسح أسود وجمرة من جمر جهنم. ثم يدخل عليه ملك من خزان جهنم يقال له سحقطائيل، فيسقيه شربة من النار لا يزال منها عطشان حتى يدخل النار. فإذا نظر إلى ملك الموت شخص بصره وطار عقله، قال: يا ملك الموت ارجعون. فيقول له: كلا، إنها كلمة هو قائلها. قال فيقول: يا ملك الموت، فإلى من أدعو مالي وأهلي وولدي وعشيرتي وما كنت فيه من الدنيا؟ فيقول: دعهم لغيرك واخرج إلى النار. وقام فيضربه بالسفود ضربة فلا يبقى منه شعبة إلا أنشبها في كل عرق ومفصل، ثم يجذبه جذبة فيسل روحه من قدميه بسطا. فإذا بلغت الركبتين أمر أعوانه فأكبوا عليه بالسياط ضربة، ثم يرفعه عنه فيضيقه سكراته وغمراته قبل خروجها كأنما ضرب بألف سيف، فلو كان له قوة الجن والإنس لاشتكى كل عرق منه على حياله بمنزلة سفود كثير الشعب ألقي على صوف مبتل ثم يطوقه، فلم يأتي على شيء إلا انتزعه. كذلك خروج نفس الكافر من عرق وعضو ومفصل وشعرة. فإذا بلغت الحلقوم ضربت الملائكة وجهه ودبره، وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم.
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وذلك قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فيقولون: حراما عليكم الجنة محرما. وقال: تخرج روحه فيضعها ملك الموت بين مطرقة وسندان، فيفضح أطراف أنامله وآخر ما يشدخ منه العينان، فيسطع لها ريح منتن يتأدى منه أهل السماء كلهم أجمعون، فيقولون: لعنة الله عليها من روح كافرة منتنة خرجت من الدنيا. فيلعنه الله ويلعنه اللاعنون. فإذا أتي بروحه إلى السماء الدنيا أغلقت عنها أبواب السماء. وذلك قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. يقول الله سبحانه وتعالى: ردوها علي، فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فإذا حمل سريره حملت نعشه الشياطين، فإذا انتهوا به إلى قبره قالت كل بقعة منها: اللهم لا تجعله في بطني، حتى يوضع في الحفرة التي قضاها الله. فإذا وضع في لحده قالت له الأرض: لا مرحبا بك يا عدو الله، أما والله لقد كنت أبغضك وأنت على متني، وأنا لك اليوم أشد بغضا وأنت في بطني. أما وعزة ربي لا أسيئن جوارك ولا أضيقن مدخلك ولا أوحشن مضجعك ولا أبدلن مطعمك، إنما أنا روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ثم ينزل عليه منكر ونكير، وهما ملكان أسودان أزرقان يبحثان القبر بأنيابهما ويطأان في شعورهما حدقتاهما مثل قدر النحاس، وكلاهما مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق اللامع، فينتهرانه ويصيحان به فيتقلص نفسه حتى يبلغ حنجرته، فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن إمامك؟ فيقول: لا أدري. قال: فيقولان: شاك في الدنيا وشاك اليوم، لا دريت ولا هديت. قال:
فيضربانه ضربة فلا يبقى في المشرق ولا في المغرب شيء إلا سمع صيحة إلا الجن والإنس. قال: فمن شدة صيحته يلود الحيتان بالطين وينفر الوحش في الخياس، ولكنكم لا تعلمون. قال: ثم يسلط الله عليه حيتين سوداوين زرقاوين تعذبانه بالنهار 5 ساعات وبالليل 6 ساعات، لأنه كان يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، فبعدا لقوم لا يؤمنون. قال: ثم يسلط الله عليه ملكين أصمين أعميين معهما مطرقتان من حديد من نار يضربانه فلا يخطئانه، ويصيح فلا يسمعانه إلى يوم القيامة. فإذا كانت صيحة القيامة اشتعل قبره نارا، فيقول: لي الويل إذا اشتعل قبري نارا، فينادي مناد: ألا الويل قد دنا منك والهوى، قم من نيران القبر إلى نيران لا تطفأ. فيخرج من قبره مسودا وجهه، مزرقة عيناه، قد طال خرطومه وكسف باله، منكسا رأسه، يسارق النظر، فيأتيه عمله الخبيث فيقول: والله ما علمتك إلا كنت عن طاعة الله مبطئا وإلى معصيته مسرعا، قد كنت تركبني في الدنيا، فأنا أريد أن أركبك اليوم كما كنت تركبني وأقودك إلى النار. قال: ثم يستوي على منكبيه فيركل قفاه حتى ينتهي إلى عجزة جهنم، فإذا نظر إلى الملائكة قد استعدوا له بالسلاسل والأغلال، قد عضوا على شفاههم من الغيظ والغضب، فيقول: يا ويلتي، ليتني لم أوت كتابيه. وينادي الجليل: جيئوا به إلى النار. فصارت الأرض تحته نارا، والشمس فوقه نارا، وجاءت نار فأحدقت بعنقه، فنادى وبكى طويلا يقول: وعقباه وعقباه. قال: فتكلمه النار فتقول: أبعد الله عقبيك عقبا مما أعقبت في طاعة الله؟ قال: ثم تجيء صحيفة تطير من خلف ظهره وتقع في شماله، ثم يأتيه ملك فيثقب صدره إلى ظهره، ثم يفتل شماله إلى خلف ظهره، ثم يقال له: اقرأ كتابك. قال: فيقول: أيها الملك، كيف أقرأ وجهنم أمامي؟ قال: فيقول الله عز وجل: دق عنقه، واكسر صلبه، وشد ناصيته إلى قدميه. ثم يقول: خذوه فغلوه. قال: فيبتدره لتعظيم قول الله 70,000 ملك غلاظ شداد، فمنهم من ينتف لحيته، ومنهم من يحطم عظامه. قال: فيقول: أما ترحموني؟
قال فيقولون: يا شقي، كيف نرحمك ولا يرحمك أرحم الراحمين؟ أفيؤديك هذا؟ فيقول: أشد أذى. فيقولون: يا شقي، وكيف لو قد طرحناك في النار؟ قال: فيدفعه الملك في صدره دفعة فيهوي 70,000 عام. فيقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فيقرن معه حجر عن يمينه وشيطان عن يساره، حجر كبريت من نار يشتعل في وجهه، ويخلق الله له 70 جلدا، كل جلد غلظته 40 ذراعا بذراع الملك الذي يعذبه، وبين الجلد إلى الجلد حيات وعقارب من نار وديدان من نار، رأسه مثل الجبل العظيم، وفخذاه مثل جبل وريقان، مشفره أطول من مشفر الفيل فيسحبه سحبا، وأذناه عضوضان بينهما سرادق من نار تشتعل، قد اطلعت النار من دبره على فؤاده فلا يبلغ درين سامهما حتى يبدل له 70 سلسلة، للسلسلة 70 ذراعا، ما بين الذراع إلى الذراع حلق عدد القطر والمطر لو وضعت حلقة منها على جبال الأرض لأذابتها. قال: وعليه 70 سربالا من قطران من نار، وتغشى وجوههم النار، وعليه قلنصوة من نار، وليس في جسده موضع فتر إلا وفيه حلقة من نار، وفي رجليه قيود من نار، وعلى رأسه تاج 60 ذراعا من نار، قد نقب رأسه 360 نقبة، يخرج من ذلك النقب الدخان من كل جانب، وقد غلا منها دماغه حتى يجري على كتفيه، يسيل منها 360 نهرا من صديد، يضيق عليه منزله كما يضيق الرمح في الزج، فمن ضيق منازلهم عليهم ومن ريحها وشدة سوادها وزفيرها وشهيقها وتغيضها ونتنها اسودت وجوههم وعظمت ديدانهم، فينبت لها أظفار كأظفار السنور، والعقبان تأكل لحمه وتقرض عظامه وتشرب دمه، ليس لهن مأكل ولا مشرب غيره. ثم يدفع في صدره دفعة فيهوي على رأسه 70,000 عام حتى يواقع الحطمة، فإذا واقعها دقت عليه وعلى شيطانه، وجادبه الشيطان بالسلسلة، كلما وقع رأسه نظر إلى قبح وجهه، كلح في وجهه فيقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ويحك بما أغويتني، احمل عني من عذاب الله من شيء. فيقول: يا شقي، كيف أحمل عنك من عذاب الله من شيء وأنا وأنت اليوم في العذاب مشتركون؟ ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي 70,000 عام حتى ينتهي إلى عين يقال لها آنية. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تسقى من عين آنية.
وهي عين ينتهي حرها وطبخها، وأوقد عليها مدخلق الله جهنم، كل أودية النار تنام، وتلك العين لا تنام من حرها. وتقول الملائكة: يا معشر الأشقياء، أدنوا فاشربوا منها. فإذا أعرضوا عنهم ضربتهم الملائكة بالمقام، وقيل لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال: ثم يؤتون بكأس من حديد فيه شربة من عين آنية، فإذا أدني منهم تقلصت شفاههم وانتثرت لحوم وجوههم، فإذا شربوا منها وصار في أجوافهم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي 70,000 عام حتى يواقع السعير، فإذا واقعها سعرت في وجوههم، فعند ذلك غشيت أبصارهم من نفحها. ثم يضرب على رأسه ضربة فيهوي 70,000 عام حتى ينتهي إلى شجرة الزقوم، عليها 70,000 غصن من نار، في كل غصن 70,000 ثمرة من نار، كل ثمرة كأنها رأس الشيطان قبحة ونتنة، تنشب على صخرة مملسة سوخاء، كأنها مرآة زلقة بين أصل الصخرة إلى الصخرة 70,000 عام. أغصانها تشرب من نار، ثمارها نار، وفروعها نار، فيقال له: يا شقي اصعد، فكلما صعد زلق، وكلما زلق صعد، فلا يزال كذلك 70,000 عام في العذاب. وإذا أكل منها ثمرة يجدها أمر من الصبر، وأنتن من الجيف، وأشد من الحديد، فإذا واقعت بطنه غلت في بطنه كغلي الحميم، فيذكرون ما كانوا يأكلون في دار الدنيا من طيب الطعام. فبينما هم كذلك إذ تجذبهم الملائكة فيهوون دهرا في ظلم متراكبة، فإذا استقروا في النار سمع لهم صوت كصيح السمك على المقلة أو كقضيب القصب، ثم يرمي بنفسه من الشجرة في أودية مذابة من صفر من نار وأشد حرا من النار، تغلي بهم الأودية وترمي بهم في سواحلها، ولها سواحل كسواحل بحركم هذا، فأبعدهم منها باع، والثاني ذراع، والثالث فتر، فتحمل عليهم هوام النار الحيات والعقارب كأمثال البغال الدلم، لكل عقرب 60 فقارا، في كل فقار قلة من سم، وحيات سود زرق مثال البخاتي، فيتعلق بالرجل 70,000 حية و 70,000 عقرب، ثم كب في النار 70,000 عام لا تحرقه، قد اكتفى بسمها. ثم تعلق على كل غصن من الزقوم 70,000 رجل، ما ينحني ولا ينكسر، فتدخل النار أدبارهم، فتطلع على الأفئدة، تقلص الشفاه، وتطير الجنان، وتنضج الجلود،
وتدوب الشحوم. ويغضب الحي القيوم فيقول: يا مالك، قل لهم ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يا مالك، ساعر ساعر، قد اشتد غضبي على من شتمني على عرشي واستخف بحقي، وأنا الملك الجبار. فينادي مالك: يا أهل الضلال والاستكبار والنعمة في دار الدنيا، كيف تجدون مس سقر؟ قال فيقولون: قد أنضجت قلوبنا وأكلت لحومنا وحطمت عظامنا، فليس لنا مستغيث ولا لنا معين. قال فيقول مالك: وعزتي ربي، لا أزيدكم إلا عذابا. فيقولون: إن عذبنا ربنا لم يظلمنا شيئا. قال فيقول مالك: بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترفوا بذنبهم، فسحقا لأصحاب السعير. ثم يغضب الجبار فيقول: يا مالك، سعر سعر. فيغضب مالك فيبعث عليهم سحابة سوداء تضل أهل النار كلهم، ثم يناديهم فيسمعها أولهم وآخرهم وأفضلهم وأدناهم، فيقول: ماذا تريدون أن أمطركم؟ فيقولون: الماء البارد وعطشاه وطول هوانا. فيمطرهم حجارة وكلاليب وخطاطيف وغسلينا وديدانا من نار، فينضج وجوههم وجباههم ويعمي أبصارهم ويحطم عظامهم. فعند ذلك ينادون: واتبوراه. فإذا بقيت العظام عواري من اللحوم، اشتد غضب الله فيقول: يا مالك، اسجرها عليهم كالحطب في النار. ثم يفتح عليهم أبوابها من الباب إلى الباب مسيرة 500 عام. وغلظ الباب مسيرة 500 عام. ثم يجعل كل رجل منهم في 3 توابيت من حديد من النار بعضها في بعض، فلا يسمع لهم كلاما أبدا، إلا أن لهم فيها شهيقا كشهيق البغال، وزفيرا مثل نهيق الحمير، وعواء كعواء الكلاب، صم بكم عمي، فليس لهم فيها كلام إلا أنين. فيطبق عليهم أبوابها ويسد عليهم عمدها، فلا يدخل عليهم روح أبدا، ولا يخرج منهم الغم أبدا، وهي عليهم مؤصدة ليس لهم من الملائكة شافعون، ولا من أهل الجنة صديق حميم. وينساهم الرب ويمحو ذكرهم من قلوب العباد، فلا يذكرون أبداً.